السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة شاب إن شاء الله نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو دلائل ذكر الدفاع عن النفس في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. طبعا يا شباب، قبل ما أتعمق في الموضوع فكرت كتير إن أنا أعمل موضوع زي ده أو لأ، وفعلا لقيت إن الموضوع يستحق إن أنا أبحث في القرآن الكريم كلام ربنا عز وجل والأحاديث النبوية الشريفة عن الدفاع عن النفس وفوائده وأهميته وخلافه. أولا يا شباب، لازم نعرف إن الإسلام دين الرقي ودين الأخلاق، كما إنه دين الازدهار ودين الإعمار، وليس دين الهدم والإفساد والتخريب والاعتداء على الآخرين بدون وجه حق. وأنا شباب بإذن الله رب العالمين عملت أبحاث كتيرة جدا وجبت أهم الآيات القرآنية والأحاديث اللي بتوضح لنا الدفاع عن النفس في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وإن أي إنسان مننا يحق ليه شرعيا إنه يدافع عن نفسه لو حد اعتدى عليه. كل الآيات والأحاديث الخاصة بموضوعنا جمعتها هنا عشان أقدر أقولها بدقة بإذن الله ونستفاد على قد ما نقدر. في سورة البقرة الآية 190، بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والاعتداء يا شباب هو إلحاق الضرر بالآخرين دون وجه حق أو تجاوز الحد المقرر في أخذ الحق. طبعا ان انا اعتدي على الاخرين ده شيء بيكون فيه شر وضغينه وحقد، وطبعا ربنا عز وجل احق لي الدفاع الشرعي عن نفسي لو حد اعتدى عليا. وما ينفعش الشباب لما انا اعتدي على حد اعتدي عليه بدون وجه حق او ان انا اخد حق زياده عن اللازم، تمام؟ وهنلاقي هنا في سوره البقره الايه 194، بسم الله الرحمن الرحيم. الله العظيم. وانا شايف هنلاقي ان الايه بتوضح انه يحق للانسان ان ياخذ حقه اذا تم الاعتداء عليه بقدر الاعتداء الواقع من غير زياده. يعني مثلا مش حد ضربني بالقلم، تمام، اروح مثلا مطلع مسدس ولا اروح اطلع سلاح ابيض او سلاح ناري واضربه واموته. لا طبعا، هنا يعني هنا الضرر اللي هو عمله فيك انت عملت ضرر اكبر، فلازم دايما ادافع عن نفسي بالقدر المحدد، تمام؟ مش حد مثلا بيضربني بايده اوكي او بجسمه وانا اضربه بسلاح اسبب له عاهه مستديمه واسبب له اصابه شديده جدا، فلازم برضو لما اخد حقي يكون متناسق ما بين هذا وهذا عشان يكون الموضوع عدل. اما في الحالات الخفيفه مثلا حد ضربني قلم مش لازم انا كمان اضربه، ممكن هنا ان انا ايه احاول امتص غضبي والقازمين الغيظ والعافين عن الناس وهكذا. وهنذكر حديث شريف يا شباب بيحث على الدفاع عن النفس واني ما سيبش حقي من المعتدي. الحديث رواه مسلم ان رجلا قال يا رسول الله ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال ارايت ان قتلني؟ قال قتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. هنا طبعا شباب نلاقي إن الحديث إن كان في رجل طبعا بيتحدث مع النبي إن لو شفت حد عاوز ياخد مالي بدون وجه حق وبيعتدي عليا، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال له انك انت ما تدلوش مالك. فالراجل طبعا قال له طب فلنفترض ان هو ضربني او عاوز يقتلني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دافع عن نفسك فقاتله. فالنبي قال له يا ربي، فالراجل قال له فلنفترض طب انا قتلت او مت، فالنبي قال له انت هتكون شهيد. فالراجل قال له طب فلنفترض ان انا قتلته، قال له هو هيكون في النار.
انه هيكون في النار. فطبعا اللي بيموت دفاعا عن دمه او عن نفسه بيكون شهيد. ومن قوله تعالى في سورة البقرة الآية 195: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طب يا شباب، عايزين نحاول نتعمق في الآية شوية. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هنا ليها معنيين مهمين جدا. أولا، لو في حد اعتدى عليا، تمام، وانا عارف ان هو هيموتني، يبقى المفروض ان انا ما سيبلوش نفسي. لو سبت له نفسي كده هيموتني، هموت. وهنا القرآن بيقول، ربنا عز وجل بيقول: ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. يعني مش حد عارف ان هو جاي يموتني او يقتل اقاربي اصدقائي او واسيب نفسي اموت، او اسيب المقربين ليا يموتوا. لازم ادافع عن نفسي. وكذلك لا تلقوا بايديكم الى التهلكه بتحمل المعنى الثاني. لو مثلا في حد اعتدى عليا وعايز بس كل اللي عايزه مثلا فلوسي او موبايلي، وانا عارف ان لو انا مثلا اتاكدت بنسبه 100% ان لو اديته الفلوس او الموبايل مش هيأذيني، اديله الفلوس واسيء اديله الفلوس عشان يسيبني، علشان مرميش بنفسي في التهلكه واموت. فالموضوع لازم يكون على حسب درايه. لو انا واثق ان المعتدي ده هيقتلني بجد، لازم ادافع عن نفسي. لكن لو واثق، لو انا اديته الفلوس المال وهيسيبني، خلاص اديله المال، بتعامل مع عقليته. فالموضوع محتاج مننا يا شباب موقف كبير جدا، وان انا اتعلم فنون قتاليه عشان اعرف ادرك ما كل ما هو حولي. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون اهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. يا رب يا شباب نكون استفدنا بالمعلومات الدينية دي. تمام، انا مش مفسر للقرآن او ان انا عالم في الدين. كل الحكاية ان انا حبيت اتعمق واعمل ابحاث، تمام، في المواضيع الدينية المرتبطة بأحقية المسلمين والإنسان في الدفاع الشرعي عن النفس. حبيت أثبت لكم إن ربنا عز وجل وإن الأنبياء رضوان الله عليهم حثونا للدفاع عن أنفسنا، وتعلم الدفاع عن النفس شيء مفيد ومهم جدا. وأنا برضو عامل الأبحاث ديت من علماء معروفين وعلماء كبار. طيب يا شباب، انتهت حلقتنا، لكن في جزء تاني، اوكي، والجزء التاني بإذن الله هنتكلم فيه عن الفنون القتالية وذكرها في الأحاديث، تمام، والآيات القرآنية. لو عايزين نتابع الحلقة الشيقة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيمارس ايه في الفنون القتالية، والنبي صلى الله عليه وسلم حسنا ان احنا نمارس ايه، والأنواع وكل شيء، هنلاقي الرابط أسفل الفيديو في الوصف. نتابع الرابط ده يا شباب، لان فيه هنعرف الاسلام وحثه على تعلم الفنون القتالية. السلام عليكم.